الآن 6 شهور على سقوط الجسم المشع في الصحراء الغربية، ولقد رافقت باسا من الإذاعة فريق العلماء والباحثين الذين زاروا المنطقة لمعرفة تأثير الإشعاع على الكائنات الموجودة هناك. بصيغة سيادتك عالم من علماء الذرة، يهمنا نعرف هل كمية الإشعاع اللي نتجت مضرة أم لا؟ كمية الإشعاع قليلة لكن تأثيرها على النبات قوي جدا. يعني عندك مثلا البلحة دي زاد حجمها 20 مرة لما تعرضت للإشعاع. دي لازم قنبلة. لا يا عزيزي، ده كوز ذرة اتعرض للإشعاع. ويا ترى الإشعاع ليه نفس التأثير على الإنسان والحيوان؟ لا شيء لسه ما تأكدناش منه. ده وده بني آدم ولا كوز ذرة برضه؟ مرة لغاية دلوقتي فيها ايه يعني ما يكون 13؟ لا ما فيهاش حاجة، بس سيادتك عارف ان دول 5 سلالم، 5 سلالم اضربهم في 12 مرة يبقوا ب60 سلمة. لو تعلم سيادتك اني بحرق نقطة دم في كل سلمة بطلعها يبقى 60 نقطة دم، ده في الصدر بس يا فندم، انما بقى في الوارد كمان. ده مش شغل يا استاذ. طب ما تخلي حضرتك الاستاذ فرج يقوم بالشغلانة دي، عيني عليه باردة ما شاء الله، يقدر يطفح قصدي يطلع القمر ماشي. اوه بقى حلو، واحد نفسه في الفن يا عبد العزيز افندي. الاستاذ فرج شهادته عاليه. يعني ايه شهادته عاليه؟ انت شهادتك متوسطه. لو كانوا قالوا لي وانا بستلمها اني هبقى تخصص سلالم كنت رجعتها لهم. طب هزر معايا يا استاذ. يا فندم لا مش مساله هزار، بس انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه، ان انا عندي فقر دم، عندي انيميا، هابستراكت. ايه يا اخويا قلت ايه؟ قلت ايه؟ لا ولا حاجه يا فندم، الدكاتره هم اللي قالوا لي كده. خلاص خلي الدكاترة تيجي تعمل لك شغلك. رجع الدوسيهات دي مطرحها يا استاذ. حاضر. ايه يا استاذ فرج؟ انت لسه بتاكل؟ طب اديني لقمة يا اخي اللي عندك دم. وريني يا اخي. ايه؟ جبنة. متأسف يا استاذ محروس.
وريني ده، مفيش لحمة. متأسف يا محروس بيه. شوف شغلك يا أستاذ. لحد الساعة 5. ماشي يا فندم ماشي. الساعة 5. 5 بعد الظهر يا فندم. 5 صباحا. يخرب بيتك. فندم كل شيء هيتصلح. قول لي دي سهاد اللي هنا لازم تتراجع. حاضر يا فندم حاضر. مفيش مكافآت ولا اوفر تايم. مستعد اشحت. النضارة فين؟ يخرب بيتي. قوم من قدامي. حاضر. سيبني بقى. يا عالم فتحوا ولا اسبوع سوق كره احسن لكم. يا استاذ انت يا حضرت من فضلك. فندم عايزة ايه؟ مش كفاية ترطشيلي وشي ووسختيلي البدلة؟ ما تعلموا السواقة بقى. فعلا الظاهر اني ما بعرفش اسوق. لا يا هاني من العفو، ده انا اللي ما بعرفش امشي. اي خدمة؟ ارجوك تشوف لي الموتور، انت مش بتفهم في الحاجات دي؟ اه جدا. خلى عربيتك تقف. ايه؟ مفيهاش بنزين. ولما ده السبب، ايه اللي خلاك تفك الموتور؟ بصراحة لقيتها فرصة نتسلى مع بعض لحد ما يوصل الأتوبيس بتاعي. يا أستاذ أنا مستعجلة، مش فاضية للكلام الفارغ ده، اتفضل راجع كل حاجة مطرح وشوفي شوية بنزين حالك. حاضر. بقول لك أنا مستعجلة. طيب طيب، بس هدي نفسك. باي.
راح فين يا سمير؟ مش انا كنت كده ليه؟ دخل اصل دخل مشي ملاكمه مع اورنج ابن المعلم اياس والجزار. ليه؟ اصل عايز ياخد البني اللي كسبته منه. بني؟ اوعى تديهوله. اسمع يا سمير، الراجل المجدع هو اللي ما يخطيش راسه لحد ابدا، فهمني؟ اللي يوافق انه يتلزق على قفاه هيفضل طول عمره ملطشه للناس. انا مثلا في الشغل بتاعي لا يهمني لا مدير ولا موظفين ولا كبير، وعشان كده تلاقيني واخد حقي في شغلي 24 قاعد. يلا يلا. كاتب ظالم ما ينفعش معاك غير القوة. ولسه ما اترفدتش؟ اترفد؟ مين ده اللي يرفدني يا انشراح؟ ده انا زيزو وحياتك شيلته دوسيهات على قلبه، كوم دوسيهات قد كده اهو، وحكمت عليه يطلع صندارة 12 مرة. لا لا، عشان ما بقاش كذاب هما 13 مرة. يا سلام. طبعا مال مش كده وبس. مال عملت فيه ايه تاني؟ المعلم معاك وعايز يضربني من غير سبب؟ بس غلبتني في البوكس. انت عملتها بجد؟ مش انت قلت لي ما توطيش راسك لحد؟ انا قلت لك كده؟ اه. يبقى خلاص، ما دام انا قلت لك كده يبقى هو كده. انت يا جدع اللي اسمك سيسو. الظاهر ان في حد ساكن جديد في الحاره اسمه زيزو برضه. انت يا خالي الواد سمير. والظاهر برضو انه ليه ابن اخت اسمه الولد سمير. هترد ولا لا؟ ده بيندم عليك. ما ينده للصبح. وانا يهمني؟ اطلعي يا خالي، انت قبل الشارع. لا مفيش داعي يا سمير، خلينا احنا الكبار احسن يتعور ولا حاجه. لا انت قدها. طب انت يا خالد دلنا اللي اسمك سيسو. ده مين صاحب صوت العندليب اللي بينادي بشرفي؟ انا افتكرتك عفاف راضي. انزل يا سيسو، انزل عشان انا ليا غرض اوريك مركزك. مركزي انا عارفه يا معلم، والحمد لله موظف درجه سادسه. انما ان شاء الله بعد الاصلاح الوظيفي هترقى واخد علاوه 32 ساعه. وهشتري بيهم عظم من عندك. انت بتهلطم تقول ايه يا فندي بعظمه؟ هتنزل ولا قسما عظما لكن طالعلك؟ يمين على يمينك ما انت طالع، انا نازل لك بنفسي. طيب يا زيزو، ان عملتك كفته انزل لك يرنك علقه. انا اللي طالعه حتى لو كان فوق في الهوا. يا معلم يا معلم يا معلم عكوه، مش كده، خليك انت كبير. اقعد، دي شغلانه عيال، ما تعملش عقلك بقى لهم. انا اللي يرش ابني بالميه رشه بالدم. يا معلم الولد ما يقصدش، ده رش عليك ميه قصده يحميك. يا معلم انت صدقت برضو عبد الحليم حافظ لما بيقول خلي السلاح صاحي؟ لا نيمه احسن. ما تفرجش علينا الاشبال يا معلم كده. طب حس بقى انك طلعت هفق، انت واختك واللي ما يتسماش ابنها لازم تعزله من الحاره. بس ده ظلم يا معلم. انا بقى راجل مفتري. اديله يا باشا يا خالي، زي ابنه مفش. انا مفش يا ابن الحبانسه. معلم معلم النهارده الاثنين ممنوع الذبح. اوعى من افتكاسي معلم. طب هفهمك. Thank you.
المعلم يفهمني مش كده عيب برضه. انت بكره يا دكتور شحاتة. أنا متأكد إن إصابته عادية جدا، لكن اللي محيرني إنه مش قادر يمشي على رجليه. وأنا أؤكد لك إن ده شلل نفسي مش عضوي. لازمتها إيه المحزنة اللي أنت عاملاها دي؟ كله منك أنت، أنت اللي قومته على ابن الجزار. حكاية بسيطة، عيل وتعور، فيها إيه دي؟ فيها اتنين دكاترة معاه جوه، تبقى بسيطة إزاي؟ واحد بس، التاني بتاع أعصاب. انت خال الواد؟ لا انا امه، قصدي اخو امه. غريبه، هو ده خاله انت؟ ايوه، ان ما كانش عندك مانع. ده هو اللي رباه، ابوه مات وسابهولي في اللفه. عشان كده الولد متعلق بيك خالص. انت بالنسبه للولد كنت بطل، مثل اعلى، لكن للاسف خيبت امله فيك، خليته يشوفك على حقيقتك، انسان جبان تافه. شكرا قوي. ايه الكلام ده دكتور؟ اخرس يا تافه. اخرس؟ مش كفايه انك عقدت الواد وجبت له شلل؟ شلل ابني. ما تقلقيش، دي حال عرضه ممكن يخف منها بسرعه على قديم خاله التافه ده. أنا مستعد أضحي بحياتي عشان سمير. حس كده، يبقى لازم ترجع الصورة اللي في مخ الواد لمطرحها. هو متصور إنك بطل، يبقى لازم تبقى بطل. يعني باختصار، لازم تخليه يشوفك وأنت بتعمل عمل بطولي خارق. عمل بطولي؟ عمل بطولي زي إيه؟ يعني مثلاً تجيب محمد علي كلاي وتضربه علقة. لا كلاي مشغول يومين دول، مش قادر يجي من امريكا. طب اسمع. لا اسمع، ايه رايك لو تأجر اسد وتحط دماغك جوه بقه؟ جوه بق الاسد؟ والله فكره، بس متهيألي اتعور. ما تتعور ولا تموت حتى، المهم المريض يخف. انت عايز الناس تقول عليا ايه؟ دكتور فاشل؟ يعني باختصار سيادتك عايز سمير يخف وانا اموت. انت اللي عقدت الولد وانت اللي لازم تفك عقدته. اسمع. غوريلا؟ ايوه غوريلا. تعالى يا الهيفا، الحقنه دي هتقويك وتخليك زي الحصان. ماشي مجبول، وانا لازم اقاقي عشان تديني الحقنه. سيبك من اللمعار دي وتعالى اديك حقنه ما خدهاش قبل منك الا انا وهتلر. انا عايز الحقنه اللي كتبها لي الدكتور. دكتور؟ في دكتور يفهم اكتر مني؟ انا قعدت بشتمرجي في القصر العيني 25 سنه واستقلت لان الدكاتره بيغيروا مني. قدامي اديك حقنه هتلر. يا عمي مش عايز منك حاجه، انت باين عليك بقيت ترلالي. انا ترلالي يا راجل؟ يا عديم الحيل، يا فاقد النخاع، يا كركوب، يا اللي يسندوك بطوب. العافية يا عمي. أهلا زيزو. منظرة إيه اللي أنت عايز تأجرها مفروشة دي؟ الإيه ليه؟ ما أنت عارف المعيش صعب، وإحنا فقر خالص.
الفقر لكن انا شخصيا الفقر وصل عندي للدم. نذر عليا يا عم اجيب لك بايجار الاوضه دي شويه مقويات يخلوك عنطر زمانك. ولو انا خلاص ما بقاش مني فايده، حتى لو اديتني حقنه لحمه في العير مفيش فايده. لا حول الله، حتى باب الحمام مش قادر افتحه. معلش روق يا زيزو. حتى الحنفيه مستعفيه عليا. عمي لو انت عندك دم تروح تتبرى مني. دي كلها حاجات بسيطه يا جدع. جدع او الجدع ده جاي هربان من الحته عشان يستخبى عندك بعد ما تهزق وسف التراب. مين اللي عمل فيك كده؟ المعلم هاكو الجزار بهدلني هزقني ما خلانيش اسوي عظمه في الحته. وسكت له؟ لا ما سكتلوش. جدع انضربت له هراني ضرب، ويا ريت على كده وبس. وبعدين؟ الواد سمير ابن اختي لما شاف المعلم هاكو بيعمل فيا كده اتعقد انشل. ليه كده بس يا رب؟ ربي ايه كان هيحصل ايه يعني لما اطلع قوي زي فريد شوقي ولا رشدي اباظه ولا حتى سيد مكاوي؟ ولا يهمك، انا هخليك حديد. ازاي هديك حقنه من بتوع هتلر؟ هتلر؟ لا يا عم، ما هتلر خسر الحرب عشان يوم ما خسرها نسي ياخد الحقنه. طب ومستني ايه؟ لهمني عليها بسرعه، ده انا محتاج لها قوي، فعلا محتاج لها. وبالمره بكره هصارع الغوريلا. غوريلا؟ بعدين الموضوع ده هفهمهولك، بس لهمني عليها، لهمني عليها الله يخليك. زيزو ما تسمعش كلام الراجل ده، انا من عمله قرب طبيب. لا ما تصدقوش، ده مياس يا فتان. مش دي الغوريلا اللي هتريحها؟ التانية هناك اهي، اهي فين؟ اهي اهي. سبور بتعفر مش زي دي اللي مش لاقي حد يشكمها. اوعي اوعي يا تكنيلة. الله، دي غوريلا زي بتوع السيما. وانا تافه زيك عشان اخليك تسرع غوريلا بحقي وحقيقي؟ يلا نفذ الاتفاق. كويس. سمير قاعد مع مامته في جزيره الشاي. أيوة. صاحبنا هيروح يمثل دور الغوريلا ويعمل الشويتين بتوعهم. طيب ازاي يعني؟ يصرخ، يوقع الترابيزات، يعمل جو يعني. فاهم. اقوم انا جاي قدام سمير وعاكم الغوريلا ودي دي 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 روح واقع ولطم لطم 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 وتروح جاي كده. الولد لما يلاقي ان خاله بقى بطل زي ما كان متصور هيخف على طول. سمير يخف وانت تتجنن؟ لا بسيطه قوي. يلا شد حيلك. انتوا هنا؟ ازيك يا سمير؟ ازاي ما شفتكوش؟ ده انا هنا من بدري. امال كنت فين؟ لا ابدا، اصل وانا جاي كان في شوكه مزنوقه في سنان الاسد، اترجوني عشان امد ايدي في بقه واشدها، شدتها له. مام انا عايزه اروح. طب بس استنى شويه يا سمير لما خالك يشرب حاجه. جرسون هات لي عصير. عصير اسد. بس اسمع يكون ساقع. الغوريلا عايزين نحز طولنا عشان حته غوريلا. عادي نتيجه بتاع الاسد. ما تخافش عادي واتفرجوا عليا. ها
ده انا فاهم الواد ده لذيذ بتاع الاسد يا ابني مجنونه. يخرب شويه بلاش الدماغ ده، اديني فرصه اهزقك. خلاص يا هو الغوريلا هتموت الراجل. مش تافه زي ده ديكور مش حقيقي. اوه يا ابن المجنونه. لا ده انت زودتها قوي، مش هديلك ولا مليم، انت بوظت العلاج. غبي غبي غبي. عايز اروح. ما تخافش ما تخافش، اطمن هنوصل. مفيش فايده، ما خليه ربنا تاكل تسمن وانت تاكل تخس. سلام عليكم يا دكتور مدبولي. اهلا سي فرح، جبت لك زبون ولا كل الزباين، وموافق على الاجر ومستعد يدفعها مقدم كمان. اتفضلي يا ست راويه. يزيد فضلك يا صديق ويمنع عنك الهم والضيق، ويجعل السعد لك رفيق، وتتكسر يدين ورجلين اللي ما يقول ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. الست راويه يا سبتبول. اهلا وسهلا. ان كنت من اهل السلام يبقى السلام عليكم، وان ما كنت منهم حل رقابكم محل رجليكم. قولوا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كل ده رد على اهلا وسهلا. وست بتشتغل ولا؟ اليد اللي تعمل بالشرف تنباس وتنوضع على الراس، واليد البطالة النجسة تنقطع وتنداس بمداس. قولوا ان شاء الله. بتشتغل ايه حضرتك؟ الست راوية تاجرة غنم قد الدنيا. وحضرتك هتسكني لوحدك؟ لا، معي ابن اختي المندور اللي مبخر ببخور زين الشباب الغندور. ادخل يا زرزور. ده يا خاله يا خاله، شبيكي لبيكي، زرزور فين ايديكي؟ قرب يا قرب. هو مغطي وشه كده ليه؟ سلامته محجب؟ امي قالت لي مكشف عن وجهي قدام الغراب. هذا عمك مدبولي، ما هو غريب مثلي تمام. اكشف اكشف. لا خليك مغطي احسن. حي حب على يد عمك مدبولي. اهلين عم عمش عم بلولي. هذا اسمك؟ اتحشم يا زرزور اتحشم. حب على يدك. مش كان الواحد اجرها مفروشة احسن؟ اهلين عم بلولي. تشرفنا. فضل ارتاحي على بال ما فضل اوضه من عرش زيزو ابن اخويا. امال عرش حضرتك فين؟ تقصد الاغراض؟ موجوده معي. هيا يا زرزور احضر الاغراض. حاضر يا خاله مبلولي. عن اذنكم بقى، سلام عليكم. مع السلامه يا سي فرح. يا ويلي ايش هالصوص الممصوص ده اللي يطلع؟ ست هانم دي ذكرى طيبه من مرحومه عمتي، بعتبر واحد من العيله. ايش بيه؟ عظامه نافره. وحياتك بجيب له اكل مستورد وبرضه مش عايز يسمن. ايش تعمل لو جعلته ينصح ويربرب بالعرض والطول ويصير ياكل اكل ما ياكل غول؟ ازاي؟ اعالجه بعشب شيطاني. شيطاني؟ وصل من قرص الشمس للارض، يجعله يضخم بالطول وبالعرض. لكن يا ست راوية انا متفق على اني اجر لك اوضة، مش لمؤاخذة زميبة. وش يهمك؟
من هالحين الغرفة غرفتي وحدفع لك إيجارها، أعملها زريبة، أعملها زكيبة، أأجرها مفروشة، أني حرة. لكن لا لكن ولا ساكن. ما تنسى إني حشفي لك هذا اللي تقول عليه لهيطة واجعله يصير مثل الحيطة كده. لهيطة ده أنا علشان خاطر لهيطة مستعد دخل البهايم تنام مطرحي على السرير. مفيش في الجورنال لا حس ولا خبر عن الإصلاح الوظيفي. ابعد عني، أنا ما يقومنيش إلا واحد في ضربتي، على الأقل مش كاتب. تسمح يا فندم بعد إذنك؟ شيل الدسوهات دي في الدولاب. المفتاح أهو، اتفضل. اجري هات المفتاح ده. ده عقدك. بس ده المفتاح اتزنق ولا الخزنة يا فندم؟ شيلها. شيل الخزنة. لا والله ما تجيش، محدش يقدر يشيل الخزنة غير موظف باش كاتب على الأقل زي حضرتك. اتفضل انت. اسمع يا ابني. تعالى. شوف يا ابني، اقسم بشرفي وباصلاحي الوظيفي، اذا رجعت من عند المدير العام وما لقيتكش جبت المفتاح، لكن عامل لك محضر تبديد عهده، محولك لنيابه ومنها للسجن. منك لله يا مفتري. ولا يهمك. هو مش حلف باصلاحه الوظيفي؟ طب ورسوبي الوظيفي انا، اللي انا جايب لك المفتاح. اتفضل يا سيدي. قول لي يا دي فارق، انت ايه اللي نافخ في صورتك بالشكل ده؟ ده انت زمان كنت زي مسلوع، اي زق كنت ترمي على الارض. المساج يجري الدم في عروقك وينفخ عضلاتك. يا سلام، المساج بيعمل كده؟ طبعا. طيب هات حبه. هات حبه ايه يا ابني ولب؟ اديني عنوانك وانا ابعت لك الست اللي بتدلكني. ست تيجي عندي البيت وتدلكني؟ لا 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 لا، يفتح الله. دي ست محترمه، ايديها زي ما يكون فيهم كهربا. طب اسمع، ابعتالي بيت عمي، اصل انا سبت بيت اختي من ساعه معاك والجزار بهدلني، جايز الكهربا اللي في ايديها ترفع الفولت عندي وتخليني اخد بطاري من اقوى الزفت الراجل العدالي ده، وكل يهون عشان خاطر سمير ابن اختي. خلاص هبعتهالك عند عمك. نشلك ليطة، نشلك ليطة. وينك يا شلك ليطة؟ اظهري اظهري. والله ولقيته ولقيته والله ولقيته. بكلي ايه بكلي ليه؟ ايه اكل شلك ليطة يا اخي؟ شلك ابو زلط ده سم فران يا ولا. ولا سم فران؟ ايوه. انا ما باجي الحضر الا للشلك ليطة. ليش ما عندك شلك ليطة عم بلولي؟ انا رايي مالي انطوانيت، تعرفها؟ عبيني شلك ليطة؟ نعم بتبيع فجل، تعرفها؟ ما بعرفها. احسن، قالت ما لوش هي شكله، هاتوا بسكوت وقرقشوه. وانتو اغلى الحبايب يا غايبين، طولتوا الغيبة علينا بعد الهجران، يا لله تعودوا الينا. يا غايبين طولتوا الغيبة علينا بعد الهجران، يا لله انت يا اخينا؟ انا زرزور الساكن الجديد. ودي بقى عيلة سيادتك؟ اي نعم. نعم؟ اي نعم، الغنم هذولا اخوتي في الرضاعة. حلوة اوي يا عم مدبولي، اهرب من الجزار الاقيك فاتح لي سلخانة. هو فين؟ العم مبلولي؟ العم مبلولي والله وطاح، ولا ادري وين راح. عم مبلولي؟ يا غايبين في هواكم قلبي دايب، احباب كتار وانتو اغلى الحبايب.
اهلا وسهلا يا فندم. رعبتوا ليه هيك المكسي لحم؟ لكن لحمش يا حسرة، ده انت عظم على عظم. هو حضرتك اللي بعتك الاستاذ فرج؟ فرح، ربي يجعل الافراح عمره في ديارك. الاسطى فرج. فرح. فرج فرح، يعني هتيجي من نقطة؟ لا نقطة ولا مركز، ربي يجعل الشر بعيد. ها، وايش تريد؟ الشغل. شو؟ أريد الشغل، أريد الشغل. يلا، قومي معايا. لوين؟ قومي معايا على أوضتي، يلا عشان نشتغل. نشتغل؟ آه، يوه، يلا بقى. وريني إيديكي. إيش تعمل يا أبو عقل هف وخف؟ أي تشوف للكف؟ لا لا لا، باقي السهم. هادي كفوف مثل السيف البطار، تنزل على صداقك تخلي عينيك تطق شرار. تعال تعال تعالي، ينفعوا. ينفعوا؟ ينفعوا في ايش؟ في الدعم. قالوا لك عني غسالة؟ هتدعكين انا. يدعكك طور بقرون يا مجنون، كيف؟ كيف ادعكك؟ ايه حكايتك؟ انت مش فاهمة شغلتك ولا ايه؟ شغلتي عارفاها، وعن جدود جدودي وارثاها. ويا ما تربت على يدي اغنام فيها اللي يشبهك بالتمام. يا ستي اغنام اغنام، المهم هتسمنيني وتبطرخيني وتكلبظيني وانزلك السوق. بالظبط كده. اهو انا دلوقتي في سوق الرجال مسواش نكله، انما طبعا ان شاء الله على ايديكي هساوي كتير خالص. يلا يلا بينا. يا نوم النوم على فين هالشوف؟ ايش تسوي؟ اديني قلعت اهو. تحبي تشيل الخيمه اللي عليكي عشان تشتغلي براحتك؟ احفظ كلامك وغطى قدامك قبل ما دمي يفور ومتلوم الا روحك. ايه الحركات دي بقى؟ الله، اشمعنى انا؟ اكمني ضعيف؟ ما كل الزباين بيعملوا معاكي كده. زبايني؟ زبايني مهذبين، ما يفعلوا هالفعل المهين. ايش فاكرني؟ الشكشك؟ يا ست انت هكون فاكرك ايه؟ دايه واحدة جاية تشوف شغلها معايا وتاخد قرشين. يلا. شغلها معاك؟ بس خلي بالك، لو الشغل ما عجبنيش وما اتبسطتش بشرفي ما ادفعلك مليم احمر. يلا. طاب شرب دمك طاب. اتشاهد على روحك، اليوم هيندموا امك وابوك على انهم خلفوا. وين هتروح؟ ان ما سويتك سرمايه من غير نعل، ان ما خليتك قنديل من غير فتيل، ما اكون راويه تاجره البروتونات والدهونات. الله فيه يا ست راويه. الطرطور المهبول ابن اخوك؟ ايوه ابن اخويا، ماله؟ كيف؟ كيف قصرت في ربايته وجعلت يسطو على خضر الحريم الحراير؟ زيزو ده قطه مغمضه. استر عضامك، استر عضامك، استر عضامك يا ولد. عمي انت تعرف الوليه النفاسه دي؟ الله، ده ست راويه الساكنه الجديده. يعني مش انت اللي بعتك لوسطى فرج؟ فرح قلت لك. لوسطى فرح السمسار. خبر ابيض، والله افتكرتك الست اللي جايه تعملي لي مساج. مساج ايه وبتاع ايه؟ انت فيك ممساجه؟ على راي المثل اصلح بيدور على مشط. تتريق يعني؟ عاجبك الحاله اللي انا فيها دي يا عمي؟ هفتان وتعبان، لو اتخانقت مع نمله تبهدلني. طوى فهمت قصدك. مسكين. يا ايش اسمك؟ زيزو يا ست، اسمي زيزو. ما يكسي عظمك باللحم والشحم غير المشوي. زرزور. ايش تريدي يا خالة؟ ايش تريدي؟ اشوي غنما يا سمينة وهاتها لزيزو. زيزو؟ هذا اسمك؟ اسمي اجمل من اسمك. انا زر وانت زي. هيا ور ور ور. ايش هذا الدار؟ مبلولي ما تتعبيش روحك، انا عارف نفسي كويس، مفيش فايده مني حتى لو شويتيلي فيل بزلومه. اسمع كلامها، دي ست خبيره في البهايم. شايفه عملت ايه في الهيطه؟ من اول شويه علف خلته زي الموظف اللي بيقبض من غير شغل. لا يا عم، لا انا محتاج علف منها ولا حقن منك. انا هروح النادي العب رياضه. رياضه؟ وفي احسن من لحم المشوي والطعميه؟ الله يطول. هاي.
الخير. اهلا. انت مش فاكراني ولا ايه؟ مش واخده بالي. انا زيزو. طب عايز ايه؟ انا زيزو بتاع الخرطوم، بس مش خرطوم السودان، لا خرطوم البنزين. اه ده صحيح. تصوري شايله من يوميها تذكار. فرصه سعيده يا استاذ باليزو. لا زيزو مش باليزو، باليزو حاجه تانية. يا ريت تقبلي تشرفيني ناخد حاجه مع بعض في الكافيتيريا. متاسف يا استاذ مش هقدر اقبل عزومتك، عن اذنك. مبروك يا عم، بقيت عضو في النادي وهتستلم الكارنيه بكره. بجد؟ يعني اقدر العب دلوقتي؟ مش قبل الكشف الطبي. اه ابقى سقطت. لا ده كشف عادي كده عشان يعرفوا هتنفع في انهي لعبه. هيسقطوني ان شاء الله. ولا اقول لك اقول لهم اني هلعب بالي. خد نفس من بقى كمان. كويس قوي. اللي بعد. اتفضل. لا دي مقصودة بقى، أكيد أنت بتطرديني. أنا؟ آه، إيه اللي جابك هنا؟ دي أوضتي. أوضتك؟ لا أنا واخد تلات أوض بمنافعهم، أمال فين منافعكم؟ أنت هتهزر معايا؟ آسف، هو حضرتك اللي أيوه، أنا اللي حضرتي. آه أهلاً وسهلاً. اتفضل اقلع. اقلع. أوعى، سيبي. لازمتها إيه اللي تليمة دي بقى؟ أمال هكشف عليك إزاي؟ أنا أقول لك اللي فيها. أنا كده على بعضي نص هدوم والباقي شبت، أنا شبتة. بس لازم احدد لياقتك البدنيه عشان اعرف اي لعبه تناسبك، خصوصا ضربات القلب. القلب ده القلب يا ما انتظر. ايه انتظر انك تكشفي عليه، لانه تعبان قوي. غلبان قوي، كحيان قوي، لكن عنده امل ان علاجه هيكون على ايديكي. طيب طيب نام بقى. فين يا وفاء؟ كنت في العياد، يا دوبك خلصت وجيت. مين التحفه اللي كان معاك من شويه؟ ده زيزو، عيده جديد في النادي، وعامل نفسه بطل في كل حاجه، لكن الحقيقه بقى انه غلبان قوي، ما عندوش فكره عن اي شيء. على فكره هو شكله اهبل شويه. خدي بالك مني في التايم ده. هوريك كام لعبه يعجبوكي قوي. اوكي. يلا شباب، يلا يا اولاد. مين التحفه اللي كان معاكي ده؟ حد ما يعرفش الكابتن وحيد بطل الفوتبول في النادي؟ ما خدش بالي، باين عليه اهبل. بتسمي ده لعب؟ ما حدش مبوظ الكرة في بلدنا غير زي اللي اسمه وحيد ده. معنى كلامك انك تقدر تلعب احسن منه. مدموزيل، في مرة لما كنت كابتن كورة شطها وانا هنا في مصر دخلت الجون في أسوان، وطبعا بعتوها لك في الطيارة عشان تكمل اللعب. الله، انت كنت موجودة في الماتش؟ هقولي على كل ده. على العموم دي فرصة كويسة قوي عشان نتفرج على عبقريتك الكروية. طبعا طبعا يا ستي، الفرص جاية كتير. ومستني ايه؟ ما ده احنا فيها. وحيد وحيد. لا بس ايه؟ اصلي مش مستعد ومش حالي حلقت الكورة و يا سلام. عايزة حاجة يا وفاء؟ ممكن تدي الكابتن زيزو فرصة يلعب معاك في التقسيمة دي؟ ده؟ ايوه ده، ماله ده؟ على العموم إذا كانش عاجبك بلاش، أنت الخسران. استنى، رايح فين؟ وحياتي يا كابتن وحيد. أمرك. اتفضل يا كابتن. اتفضل بقى يا كابتن، عاوزينك تورينا شوطة من شوطاتك الجهنمية. اتفضل. اوعى اوعى، وسع وسع، ارجع ورا.
طب ايه رايك يا كابتن لو توقف جول؟ ايوه بالظبط كده بالظبط، انا كنت عايز اقول كده. اتفضل. متشكر قوي. هذا في 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 ايش يا زرزور؟ الشاشات شاشات يا خاله. يعني من يوم ما وجع من السما الطبق الطاير والزرع حدانا في الصحراء مس الشيطان، كوز الذره صار طول الراجل الراجل الراجل، والبلحه تنقاس بالمتر. كده هو الطبق الطاير وقع في نجعكم؟ حدا عشيرتنا يا خبر، يبقى مظبوط الأعشاب بتاعتكم بقت مليانة إشعاعات ذرية. ومن يومها ونفسنا انفتحت للأكل، أنا وخالة راوية والغنم. رجع رجع يا خالة. الحي عينه فيها سلطة. حاسب ماتت على العم بلولي، مات مات، بكره بتخلف غيره يا اخي. تميل ولا ولا مش ده زيزو ولا انا بيتهيألي؟ انا يا عمي انا ماله يا مدموزيل، ده صوت رماي؟ لا ابدا، كان بيتمرن في النادي بس تمرينات عنيفة شوية. تمرينات ايه وعنيفة ايه؟ ده بقى نص عمر اوت اوت سايد. اسبوعين راحة ويبقى كويس خالص. مالك؟ يا اختي فرصة والزقي فيا. يا سلام عليك، يلا. صدقني انت هتبقى كويس، بس المهم ترتاح اسبوعين وتمشي على الدواء اللي انا كتبته لك. لا انا هعالجه بطريقتي الخاصه. حضرتك دكتور؟ لا انا ما رضيتش اشتغل دكتور، انما اكتفيت بان انا علمت كل الدكاتره في القصر العيني ايام ما كنت ماشي هناك. اسمع الكلام اللي انا بقولك عليه، ولازم يمشي على الدواء اللي كتبته له. لا انا لازم اديله حقنه من بتوع هتلر. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله؟ انا نجهه ولا تخنجر، سيبوا الموضوع علياني. انا حشفيه بطبق شوربه مجادم اللي تقولوا عليها كوارع. كوارع ايه يا ست انتي؟ ايوه كوارع من بتاع هتلر، لانه كان بيحب الفته. يا سلام. اعطيه اعطيه حقنه على شيكليته، حقنه هتلر. الدواء ما في غير شوربه المجادم اللي تقولوا عليها كوارع. اعطيه حقنه لشيكليته. ما في غير شوربه المجادم اللي
اعملي معروف، اعملي معروف ما تسيبنيش، احسن هيفطسوني. لو ما نفذوش اللي بقول لكم عليه انا بحملكم مسؤوليه اي حاجه تحصل للمسكين ده. معلش ما تاخدش غير الدواء، فاهم؟ مع شربة كوارع، مفيش حاجه غير الدواء. باي باي. وقفي وقفي يا ايش اسمك؟ ايه في ايه؟ قول الصدق. انت حكيمه ولا دكتوره؟ حكيمه وفي نفس الوقت دكتوره. لا لا انت لا حكيمه ولا دكتوره. امال ايه؟ انت الشلكليطة بالبندق. ايه اللي بتحكي ده؟ اتحشم يا جليل الحياه. احنا جايين نبيع الغنمات ولا ننظر للبنات؟ رجعي رجعي يا خالي رجعي. خليك محول يا مهبول حتى تشوف العرض طول. ان شاء الله اموت يا خالي. ان شاء الله ان شاء الله. نفسي اعرف ايه اللي خلاك تعمل في روحك كده. كنت عايز افك عقدة الواد سمير ابن اختي. تفك عقدته تقوم تكركع جتتك؟ لازم ابقى جامد عشان اضرب المعلم اكوى. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي الولد يخف. حمار مين اللي قال لك كده؟ واحد حمار زي حضرتك من دكتر. سيب الرياضه احسن لك. سيب الرياضه. انا خلاص دوبت في الرياضه، اتعلقت في عيون الرياضه، شعر الرياضه، قوام الرياضه. لا ده انت مخك بقى ترلالي خالص. اسمع انا حديلك حقنه تخليك وحش زي المرحوم الهيطه. مرحوم الهيطه؟ هو الهيطه مات؟ ايوه بس بعد ما بقى زي السبع. نعم فار عايش ولا اسد ميت. لا 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 ابعد عني اعمل معروف، انا عايز اعيش. هتعيش وتصير مثل الديك لهيطه منفوش الريش. اكرع. ها هي شربة المجادم اللي تقولوا عليها كوارع، تو ما تكرعها تنولد من جديد وتلاقي جسمك مثل الحديد. بقول لك ايه لا اكرع اكرع انت من نافوخي، انا مش فضيلك، الحاجات دي مش هتنفع ببصله. يوه اكرع قلت لك اكرع. يا اخي اكرع وخلصنا، من لم يمد بالسيف مات بيكرع، تعددت الاسباب والكره واحد. حاضر حاضر بس بعيد البتاع ده. اكرع اكرع. حاضر اكرع يا اخوي اكرع. حاضر اكرع يا ضنايا اكرع. حاضر اكرع يا روح انت. شفت النتيجة؟ يسلم ايديكي. اخر قرعة في الدنيا. مت يا شطان مت يا كلب. ما متش؟ بعطيك واحدة تاني. فاكرك الشطان؟ معلش خالتك هنا؟ لا ما هنا. بقولك ايه يا ابو زرازير، ايش معك حبة من اياهم؟ ايش اياهم؟ عرف من اللي كنا خدناه للهيطة وسمنه وبعدين جاب اجله. انا كنت عايز حبة. ما بقدر اعطيك. خالتي راولة تدقني تخلي عيني تشرق وتغرب. يا خسارة، أنا كنت عايز حبة وكنت حديلك دول. وي ليش الكليطة؟ ليش الكليطة؟ عم بلولي؟ معلش ما فيش اسم. لا 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 في نصيب في نصيب عم مبلولي في نص في نصيب. طب هات شوية وأنا أديك دول. بعطيك أنا الأول. أعطيك أعطيك أنا الأول. انطيني أعطيك. عطيك عم مبلولي ما يغلى عليك شيء عم مبلولي. خذ العلف. خذ عم مبلولي Thank you.
عمي زلزال زلزال عمي. ايه الزيطه اللي انت عاملها على الصبح دي؟ زلزال يا عمي زلزال جامد قوي. هو فين؟ دخل على الباب. ما هو قديم. ولما انت عارف انه قديم ليه ما بتخليش عندك زمره وتجيب نجار يصلحه؟ ها هذا هو الشيطان لان حمار. حلو يبقى الحقنه اشتغلت. ما بلاش سيره الحقنه على الصبح يا عمي. ما هو يجيب سباك عشان يصلح الحنفيه يتعين موظف يفتحها كل يوم. ما تفتحها انت يا اخي. ما انت عارف ما اقدرش عليها. ما انت صبح بسم الله ما شاء الله عيني عليك بارده. لا بارده ولا سخنه. شوف اهو الشغل مولا مولا عم مبلي مبلولي. ايش اكتب بقول عم مبلولي مبلي كده. اسمع كلامي وتصلحها. اشتغلت يعني الواحد ينزل الشارع من غير ما يغسل وشه. ايه الطيار الجامد ده جاي منين؟ ده من شباك اوضه النوم حافره. زرزور ايش صار في عزيزه؟ وانا ايش يدريني يا خاله؟ قلبي يقول لي انك تدري وما ترضى تقول لي. ان شاء الله اموت يا خاله. ان شاء الله. ها راح فين يا زيزو؟ خارج البيت ده بقى بيت خرع خالص. يوه ده البيت ده بقى اهي في مني. خارج خالص. امسك كويس عمي. ابقى خد البيت ده وديه النادي يتقوى شويه. زرزور لساك ما تدري ايش صار لزيزو؟ تحول عناي لو اعلم شيء. ايدك معانا يا اخ. ايدك معايا انت وزقني لحد محطه الاتوبيس. يا سيدي معلش ايد على ايد تساعد. على رايك يوضع سره في اضعف خلقه. يلا. عايز له اسبوعين عليك احسن عشان يبطل لماضه. انت هنا بتعمل ايه؟ ازاي تقوم السرير؟ عايزين ننام واسيب التمرين. روح يا شاطر اتمرن مع العيال في الحاره على الكره الشراب. باردون ايه رايك بقى اني هلعب في النادي هنا وفي الفريق الاول كمان؟ ومين بقى اللي هيخليني اقبلك ضمن الفريق؟ انا. افتحولي. يعني موافق العب ولا لا؟ موافق قوي يا زيز. ايه يا كابتن زيزو. يا حضرات كابتن زيزو هيلعب معاكم ولا كلمه ولا نفس. اتفضل يا كابتن بيتك ومطرحك. العب يا اخوي. انا مش مصدق عينيا. مين الجدع ده؟
مينا اسمه ايه؟ ده لعيب جديد اسمه زيزو. يجي لي المكتب حالا. انا سعيد بمعرفتك يا كابتن زيزو. اتفضل اتكلم. انا عاوز اطجاك توافق على المرتب المتواضع اللي هدفعه لك. كام؟ 150 جنيه في السنة؟ لا في الشهر. في الشهر يا كابتن. افكر. وافق يا زيزو عشان خاطري. عشان خاطرك موافق ومن غير فلوس كمان. مبروك يا زيزو. الله يبارك فيكي. مبروك. ميرسي. الف مبروك. الله يبارك فيك. طيب يا فندم فرصة. طيب خلاص. سيداتي أنساتي سادتي، من الملعب الكبير بالقاهرة ننقل لكم الدور قبل النهائي في كأس مصر بين الفريق الأصفر والفريق الأخضر، وزي ما احنا شايفين الملعب مليان على آخره. وبالمناسبة نشكر السادة المسؤولين اللي سمحوا بإذاعة الماتش، وبالمناسبة أيضا أشكر سواق التاكس اللي جابني لغاية هنا، وبالمناسبة أيضا بشكر جماعة بتوع بياعين الكازوزة واللب والأناناس والتسالي اللي قاموا بمجهود كبير جدا عشان تسلية الجمهور. مين اللي جاب الواد زيزو هنا؟ هي فرقة هترمرم ولا ايه؟ زي ما احنا شايفين الجمهور بيحيي الفريق الأصفر اللي بيتقدمه زيزو. زيزو ده زي ما احنا قرينا في الجرايد صاحب القدم الذهبية وأسطورة القرن العشرين والواحد وعشرين كمان. الحكم صفر، الفريق الأصفر بيسنطر. شوطة طويلة وصلت لها باك الشمال، شاطها زيزو. زيزو طلع حتى من اللعيب الأولاني، طير بالكورة، حتى من اللعيب التاني، طير بالكورة، حتى من اللعيب التالت، بيشوط الجون، شاط في الجون. نص دقيقة من بداية المباراة زيزو جاب الجول. الظاهر كلام الجرايد عنه صحيح. لكن الكورة ملهاش أمان، لأن احنا لسه في بداية الماتش. أيوة ملهاش أمان، أو عند الله ملهاش أمان أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش مصدق عينيا، اللي جاب الجول ده صحيح الواد زيزو؟ اسمه كابتن زيزو. الفريق الأخضر سنتر خدها منه الفريق الأصفر، راحت لحنكورة. حنكورة اداها لشنطورة، شنطورة بصل فتحة بقورة، فتحة بقورة بصل فلفل اسود. هو فلفل اسود ده مش اسمه الحقيقي فلفل اسود، ده هما مسمينه كده فلفل اسود، هو عشان اسمر وشعره مكبكب كده زي الفلفل الاسود، لكن اسمه الحقيقي ابراهيم كزبرة. ايه ده؟ ايه ده؟ الكرة راحت لزيزو، زيزو طالع بالكرة زي الديزل، محدش قادر يحوش الديزل. الجون التاني بعد خمس دقايق واللي جابه برضه زيزو. برافو زيزو، حقيقي برافو. فينك ليك يا زيزو يا ابن حتتي؟ ده جاري وحبيبي وصاحبي، عليا النعمة بدفع له خروج. برافو زيزو. حاجة يا كابتن؟ زي ما حضراتكم شايفين النتيجة 2-0 لصالح الفريق الأصفر. الفريق الأخضر بيسنطر من النقلة والتانية والتالتة. الكرة وصلت لزيزو، زيزو شط عالية 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 في السماء. الكرة طلع لفوق لفوق قوي، عدد السحاب، الكرة اختفت خالص. بح، الكرة راحت. واحد يقول لي يا كابتن ظريف في الحالة دي الحكم يعمل ايه؟ اقول له انا، اقول له انا ان القانون صريح في الحتة دي ومن حق الحكم انه يطلب كرة تانية. يا سلام يا واد يا كابتن يا ظريف يا مذاكر. او فعلا الحكم طلب كرة تانية والحكم ابوه هيصيدها. الله، ده في كرة تانية في الملعب، بقى في كرتين في الملعب، كل فريق ماسك كرة من الاثنين. زيزو طلع زي الصاروخ بالكرة، هيجيب جول، هيجيب جول، هيجيب جول في الفريق الاخضر.
للفريق الاصفر ونكون زيه للفريق الاخضر. يا سلام، شيء مدهش اللي بيحصل النهارده. يا سلام، جونين في وقت واحد. ده انا بقالي 20 سنه في الملاعب. 20 سنه ده ايه؟ ده انا بقالي 50 سنه في الملاعب، عمري ما شايف ايه اللي بيحصل النهارده بالظبط. ده احنا ولا كاننا في مولد يا جدعان. الحكم حسب الجونين وبقت النتيجه 3-1 للاصفر. صفر الحكم وانتهى الشوط الاول. لازم تجي فيهم ناس اجوان، كل جون ب 50 جنيه. اللي تقول عليه وفاء يمشي. ها، عايزين اجيب فيهم كام جون يا وفاء؟ اذا كان عليا انا عايزه دسته. وانا اقول لك بعد شويه خليهم دستين. خلاص انا خس عليا ايه؟ بس انا قلبي عليك، انت اللي هتدفع. ولا يهمك، بس انت شد حيلك. بس انت مد ايدك ودلك لي رجلي الثانيه. يلا. سيداتي انساتي سادتي، من ملعب النادي الكبير نعود فننقل لكم الشوط الثاني. شفت شفت قديش مليحه شربة الكوارع يا مدبولي، جعلت ابن اخوك يرمح ولا البغل الاسترالي. ايوه صحيح، معك حق. شربة ايش؟ زيزو ما صار مثل الحديد الا بعد العشب الشيطاني. ايش قلت يا ولد؟ ماشي زي الصاروخ عدى خط البكات. هو اتكلم اتكلم يا زرزور، لا اضرب الكف اجعل عرضك طول. هيا اتكلم وتعطيني ليش الكليطة؟ واجيب لك فوقها. انا قربت اصدق كلام الجرايد اللي بتقول. اتكلم اتكلم اتكلم. عم بلولي عم بلولي اعطاني ليش الكليطة وانا اعطيتها عرف شيطاني عرف بيه زيزو. يا ويل ويلي، وقف. انا واقف اهو. انت واقف؟ طب انا قاعد اهو. كيف تفعل هالفعله في ابن اخوك؟ انا عملت فيه حاجه بطاله، ما انا علبته وخليته بطل. ما تخاف يصير فيه مثل ما صار في العيطه؟ لو صار مثل العيطه بالبارودة وجيبي خبره. العيطه كرنتر ماله دية. يا خوفي على هالشاب الطيب يتوحش ويصير مجرم. وليه بس التشاؤم ده؟ ساعتها ذنب في رقابكم وحيكون عندي حساب. بون بون، مش معقول زيزو جاب الجول السابع. حرام عليك، عايزين نشوف الماتش. اديني فرصة ادردش شوية مع السادة المشاهدين. ايوه مشاهدين التلفزيون، عاوز احكي لهم خلي راوي لما كنت بتفرج على مباراة التلفزيون شوية على يمكن نرم على الدامة كده. انا سمعته من حديد ما يمشي الا بالدفش من ابتداء الشوط الثاني. يا نهار زي بعض، شوف الماتش معلوم يا عالم. انا قربت اتجنن بصحيح. زيزو جاب الجون التاسع، التاسع يا جدعان، حتى العاشر. انا قربت اي 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 ايه ده يا ست راوية؟ طيرت البرج اللي فاضل بعد ما زيزو جنني. ليه؟ حصل ايه يا استاذ ظريف؟ مش هتصدق، جايب لحد دلوقتي 17 جون. زيزو طالع بالكورة، لسه طالع بالكورة، هيجيب جون، هيجيب جون. قطعها عن كورة، قصدي شنطورة، لا سوري فتحة بقورة، لكن رجع تاني لزيزو. جون جون، الجون ال 18، مش معقول، ده ولا كأنه ماتش باسكت. الجون 19، النتيجة قدامكم اهي. هو انا يعني هجيب كلام من بيتنا؟ دي حاجة تفرس. جون جون الجون 20. كفاية كده يا زيزو، مش شايفين حاجة يا حارس النادي. ال 21، ال 22، ال 23. انا تعبت من كتر حد ولا مؤاخذه ملياش احتياط عشان يعد بدالي. زيزو خطف الكوره طلع بيها زي النفاسه. بلنتي، الحكم ادى ضربه جزاء، اكيد زيزو هو اللي هيشوط البلنتي عشان يكمل دستين الاجوان. فعلا زيزو هو اللي هيشوط البلنتي. تيجي تاخد لك لفه يا دكتور؟
هو ممكن زيزو جار العقل حاجة يا دكتور؟ ما ترد كتمت ليه؟ لا ابدا يا حبيبي، هو بيعمل كده علشان يفك عقدتك، اصلك معقد وهو عايزك تخف. مش عايز اخف. بس هو اضرب المعلم معاك بس كده. شاع خدي سمير البلكونة عشان يتفرج على مصر على كيلوباترا، قصدي مصر عكوة. اسمع اوعى عكوة يضربك، عقدة الواد تزيد وتبقى عقدة وشنيطة. ده مش بس كده، انا كمان اتعقد. انت يا عكوة، انت يا مفش قلبة كريمة. ده انت تؤمر ابو الكباتن خدمة تانية يا كبير الحتة. انت راجل قليل ادب وغبي. مقبولة منك يا معجزة الكورة. يا راجل يا جبان ده انا بهزاك. وانا في ديك الساعة لما الناس تعرف ان زيزو ملك الكورة بيشتم عكوة الجزار، ده لذات شرف. طب ايه رأيك بقى انك راجل حمار وتستاهل اللذة؟ ده حسوبك تعتبرني جون بتشوط فيه ولطش فيا زي ما انت عايز. هو خالي دفع العفو قد ايه عشان يعمل التمثيليه دي قدامي؟ يا ابني انا اهنيك على ذكائك وعبقريتك، واحب ابشرك ان بسبب نباهتك دي مش ممكن هتخف ابدا. خالك ده انسان تافه جبان. كده بوصل العلاج يا رب. اضرب اضرب كمان ضرب الحبيب الغالي احلى من اكل العجالة. البيت يا جدعان. انتوا فاس يا رجالة. ايه مالكم؟ في ايه؟ مبلمين كده ليه؟ فين سمير؟ سمير؟ سمير متبري منك يا تافه يا جبان. ايه الكلام ده يا دكتور؟ خلص خلص يا تافه يا نبل. هزرتني فضحتني، خليت رقبتي قد السمسمه قدام الولد. لما انت شخصيه هيزيتيتنج ها بتمسك في عكوة ليه؟ عكوة ده مين؟ انا عكوة قال انا مش عارف زي عكوة ده. انا زيزو لاجل على الله. زيزو؟ ايوه زيزو. زيزو ملك الملاعب ذو القدم الذهبية. زيزو اللي كل الجرايد بتتكلم عنه؟ انا كل تواضع. مش معقول مش معقول. بالحضن بالحضن يا بطل. خلاص تبقى المشكلة اتحلت. سمير لو شافك وانت بتلعب ماتش الكاس اللي جاي وانت بتلعب لاعب جهنمي وبتجيب جوان زي المطرة، 100% هيخف وهيتخلص من احساسه بتفاهتك. تفتكر ده اكيد. انت مش عارف قيمة نفسك. انت بطل. بص شوف زيزو بيعمل ايه. بص شوف زيزو بيعمل ايه. متشكل قوي متشكل قوي. دكتور رجالة مهزوزة هيزيتيشن. بدل شيك زي ما اكون مولود بيها. ربنا يخليك يا زيزو. العيش والجيب لي يا ابن اخويا. بس يكون من مال الحلال. ليه؟ هو انا فلوسي حرام؟ لا اصل ستي راوية محبكاها حبتين. فكرها ان الجدع الجون اللي انشال فكرها يعني انك انت السبب في اللي جراله. انا متأكدة. اسمع يا زيزو، الشاب اللي انصاب هذا انت بري من ذنبه. صحيح الحمد لله. هل جوه الجبار اللي عندك سببها عشب شيطاني حاجه نكبيه عمك مدبولي؟ لا 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 عيب يا زيزو عيب. متشكر متشكر يا عمي متشكر قوي. ده الشيء الوحيد اللي كنت بتمناه طول عمري. الجوه هذه يا اخي لو زادت عن حدها تنقلب لضدها. ما يهمنيش ما دام بيت محترم والناس بقت تعمل حسابي.
وما تخاف من ربك لما يحاسبك على الراجل اللي خربت دياره وشربت عياله. يعني عايزين اعمل ايه؟ من هالحين تطلق الكرة وما تلعب بالشلوط. بتقول ايه؟ زيزو بطل الملاعب، زيزو برجل ذهب، يبطل لعب كورة، يبطل لعب بالشلوت. طب والكاس والدوري والمجد والشهرة وفوق ده كله وفاء، عايزاني اضحي بكل دول عشان ايه؟ حتى تعيش مرتاح الضمير؟ ضمير؟ وكان فين ضميري لما كانت الناس بتضربني على قفايا؟ انا كنت عايش في وسط غيلان وكنت محتاج القوة دي علشان اخد حقي منهم. خلاص يا ست رويا، انت عملت اللي عليك وقلت له الحقيقة، انا مش هنكون اقوى عليه من ضميره والله. انت جاي هنا تعمل ايه؟ من فضلك اخرج. مدام انا جاي علشان انت مش بني ادم، انت وحش. يا هانم زيزو ملوش ذنب في اللي حصل ده، جاي يطمن على الكابتن حسن. يطمن عليه؟ يطمن عليه ولا جاي عايز يشوفه هو مرمي مش قادر يتحرك؟ منك لله، منك لله. زيزو مؤامرة، أكيد مؤامرة على النادي وعلى سمعة النادي. لما زيزو يعتذر عن ماتش الكاس دي معناه ان الموضوع فيه لعب. ارجوك يا فندم، زيزو انسان شريف واظن جواب الاعتذار اللي بعته واضح جدا. اعصابه تعبانه وخايف لو لعب وهو في الظروف دي يتسبب في خساره الماتش. معنى كده ان الكاس ده علينا؟ متهيألي ان الوحيده اللي ممكن تنقذ سمعه النادي هي وفاء. ازاي؟ هتلعب بدل زيزو؟ هي الوحيده اللي تقدر تاثر عليه. قصدك ايه يا كابتن؟ قصدي شريف يا دكتوره، انا اعرف ان الكابتن زيزو بيعزك قوي ولو طلبت منه يشنق روحه مش هيتاخر ابدا. ارجوك بلاش كلام فارغ. ده الكلام المفيد، لازم تقابليه ولازم تقنعيه انه يلعب. متاسفه ما اقدرش اعمل حاجه مش مقتنعه بيها على اذنك. لكن احنا مقتنعين ان سمعه النادي هتبقى في الحضيض لو زيزو ما لعبش الماتش ده، ولازم يلعب. كنت اتصورها انك تهرب مني. بالعكس يا وفاء، انا عايز اقرب منك اكتر بس مش بايدي. طب ممكن ندردش مع بعض شويه؟ اتفضلي دردشي. واحنا واقفين كده؟ لا اقعدي على السلم. البواب لسه مسحه. بطل هزار بقى، ممكن اعزمك على فنجان شاي؟ لا مش ممكن. ليه؟ عشان ما بشربوش في فنجان، بشربه في كوبايه. طب يلا فوت قدامي. اسمحلي انت ما عندكش وفاء. انا ما عنديش وفاء؟ طبعا عايز تسيب الجمهور بعد ما حبك. بتهرب من المجد ليه وعشان مين؟ عشان ما بقاش مندوب عزرائيل، في كل ماتش العبه يشيل واحد ولا اتنين زي ما حصل لحسن الوحش. انا قريت التقرير الطبي بتاع حسن الوحش. تعرف الشلل اللي اصابه كان من ايه؟ عارف، الكوره اللي شطها وجت فيه. لا يا كابتن، ده اتشل عشان دماغه اتخبطت في خشبه الجون وهو ده السبب الحقيقي. انت بتتكلمي جد يا وفاء؟ يعني مش انا السبب؟ مش انت يا زيزو. الحمد لله، انت كنت عازميني على شاي مش كده؟ انا بقى هعزمك على سحلب وباللبن. ولد انت يا نيلة. انا مبسوط قوي قوي. أيوة. روحي انت مش دلوقتي. ايوه روحي. افندم دي برضه مقابله تقابلني بيها؟ ده انا جاي لك بيتك. اتفضل. لاحظ ان انا لازم اكون في النادي قبل الماتش بساعة على الاقل. انا جاي اقول لك كلمة واحدة بس. اتفضل قولها وخلصني. سامحني سامحني. بقوا كلمتين واحنا متفقين على كلمة واحدة. ارجوك سامح. استغفر الله، ليه بس تركبني ذنب في يوم مفترق زي ده؟ ارجوك سامحني. خلاص خلاص سامحتك. انت كذاب ولد. ايه
ايه اللي تقلب الصبح دي؟ انا مش مصدق ودان. لا صدق، عشان اثبت لك اكتر هنروح احنا الاثنين سوا النادي، ايدي في ايدك، قصدي ايدي في جبسك. سوري على اذنك. طيب مش تعزمني على حاجه ساقعه؟ اتفضل، ثلاجه عندك، اعتبر نفسك في بيتك. ولد مالكش دعوه بالفراخ. ايه ده؟ ايه اللي حطيته في جيبك ده؟ لا دي الفتاحة نسيته حطيته في جيبي. طب ممكن تحطه هنا؟ يلا بينا بقى علشان في حاجات تانية بتتسرق. يلا. طيب مش الأول نشرب في صحة انتصارك النهاردة؟ ماشي ماشي اشرب في صحة النادي الأصفر، في صحة ملك الكورة، في صحة الكاس، في صحة زيزو. أربع أربع. سيداتي أنساتي سادتي، النهاردة من ملعب النادي الكبير بالقاهرة بنقل لكم مباراة مهمة جدا اللي هي نهائي ماتش الكاس بتاع مصر. والمباراة النهاردة حساسة جدا 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 لأنها بين أكبر ناديين في الجمهورية. مالك يا سمير؟ خايف على النادي ده عشان خالي ضيع منه كاس. اطمن يا سمير، أنا متراهن بـ100 جنيه على إن خالك هيجيب 20 جول. سمير معايا في المدرجات، عايزه يشوفك وانت بتجيب اجوان زي النطرة. 100% هيخف. تفتكر؟ ده اكيد. اصلك ما انتش عارف نفسك، صحيح انت مجنون لكن بطل. انت اللي مجنون ها؟ زي ما انتم شايفين الجمهور بيحيي زيزو تحية كبيرة جدا، لان الامل كبير اوي في زيزو ان هو يجيب الكاس للفريق بتاعه. النهارده يا عم هيورينا العجايب. زيزو حديد، الشوطه منه بجونين. كلام تروهني؟ اروح لك قوي، قرش ساغ مني لملين منك. موافق يا دكتور. خلاص بس اسمع، انا ما احبش اللي يرجع في كلامه. انا راجل يا دكتور. راجل؟ هي الكوره مع خالك. اصفر سنتر ادى نقله والتانيه وصل خط 18. الله الله الله، زيزو واقف مطرحه زي ما يكون مستني الكوره تيجي لحد عنده. مفيش داعي للكلام ده، لحد يسمعه ووصله للناس وتحصل مذبحه في النادي كله. انا متاكده ان في حد اداله حقنه مخدره. والعمل الهفطان التاني ابتدى بقاله نص ساعه، هيفوق كام المطفي ولا ده؟ انا هديله حقنه فوق جمل. اصبحت النتيجه 2-1 لصالح الفريق الاخضر، وفاضل 5 دقايق على نهايه الماتش.
انا شايف زيزو نزل الملعب واقف على الخط رفع ايده وبيستاذن الحكم. الحكم صفر واللعب ابتدى. يا ترى زيزو هيعرف يعمل حاجة في الكام دقيقة اللي فاضلين دول؟ على ساعتي انا فاضل دقيقة ونص. ضربة جزاء لصالح الفريق الاصفر. البلنتي ده هيخلي الماتش لسه في كلام. حسن افندم. حسن واحد ليمون الله يخليك. مفيش. طيب كوبايه شاي. خلص. طيب واحد قهوه. ما عندناش بن. عايز كده بقى هات كوبايه ميه. الميه مقطوعه. لا ده الصوصات بقى. ايوه الصوصات بالذمه. انت ليه كنت تخش النادي هنا بعد ما وكستنا؟ حتى انت يا ابو علي. ايه اللي بتقوله ده يا حسن؟ روح هات الكابتن زيزو اللي هو عايزه. حاضر اتفضلي. ما تزعلش نفسك اعذرهم برضو زعلانين على النادي بتاعهم. طبعا ليهم حق ما يبصوش في خلقتي. ضيعت على نادي كاس مصر. الرياضه غالب ومغلوب. بس دي غلطتي. انا كنت اقدر اجيب جون بس خفت على الجون بتاعهم ما يحصل له زي ما حصل الوحش. وعشان كده كبرت في نظري. انت انسان يا زيزو ضحيت بالشهره والمجد عشان حياه بني ادم. يا سلام اول كلمه حلوه اسمعها من يوم ما لعبت الماتش. ارجوك يا وفاء ما تبعديش عني. انت الامل الوحيد اللي فاضل لي. عشان خاطري امسك اعصابك. مفيش داعي تاخد وتدي معاهم. انت مش مكسوف تيجي هنا؟ انا عضو في النادي ومن حقي اجي في اي وقت. واذا كانوا بقيه الاعضاء هنا مش عاوزين يشوفوا خليتك؟ احب اؤكد لك ان في اعضاء كتير بينبسطوا من وجودي. زي مين؟ الانسه وفاء. تكونش فاكرها بتحبك؟ استاذ وحيد انا ما اسمحلكش تتدخل في حياتي الخاصه. ما هو اللي زي ده لازم يعرف الحقيقه علشان يعرف حدوده فين. عايز تقول ايه؟ يا كابتن زيزو انسة وفاء مش واقعة في غرامك زي ما انت فاهم. مجلس الادارة هو اللي اقنعها انها تبلغك انك تلعب الماتش. اسمح لي اهنيك يا كابتن وحيد. على ايه؟ على انك طلعت ندل زي ما انا فاهم. اللي ادبك زي ما انت عايز. مسيرة فك الجبس ويصفي حسابي معاك كويس. يعني هتعمل ايه؟ هتشد دماغك طبعا. زي كده؟ انا ورايا ناس تاكل الظلم. ورايا ناس تاكل الظلم. ورايا ناس تاكل الظلم. انا هأدبك. انا هأدبك. انا هأدبك. انا ورايا ناس تاكل الظلم. تاكل الظلم.
زلط هو فين؟ قدامك اهو. اهلا. وحضرتك بقى اي نوع من انواع الزلط؟ بس الضرفير بطل الجمهوريه في البوكس. ما تعرفنيش؟ يكون احسن لو عرفتك في ماتش ملاكمه. عندك مانع يا ضرفير؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله. حيث كده بقى حضر شويه بلح بريمي عشان ورثه تفرقهم على تربتك بعد الماتش. اوعى قول موت. اطلع بره ما تورينيش خلقتك. بس بطل طولة لسان ونتفاهم. نتفاهم؟ نتفاهم على ايه؟ الولد عقدته وشليته والاخر انخرس ما بقاش يتكلم. يقول ايه جرى المنخولي ده؟ من يوم ما رجعنا من ماتش الكوره وهو يا حبيبي ما نطقش بكلمه. يعني انخرس بجد؟ اذا كنت انا اللي اسمنا خبير العقد لساني جات له نقطه، خصوصا لما ضيعت البلنتي. بقى حته تافه زيك يضيع علينا الكاس؟ ده مفيش واحد الا لما هزقني بسببك. فوضت فيك الامر لله يا شيخ. زعلان مني؟ معك حق، انا اللي جنيت عليك بتفاهتي. فهمتك حاجات كتير عن نفسي غلط، كبرت نفسي قدامك، فهمتك اني قوي مع انك لو نفخت فيا كنت اقع، اقنعتك انك بالقوة تقدر تحقق كل اللي انت عايزه، وللأسف صدقتني. سمير، احنا عايشين في غابة كبيرة بيحكمها مبدأ القوة. الأسد عشان قوي هو اللي بيسود، هو الملك. كان نفسي اللي بيملك القوة دي هو اللي يساعد الضعيف بدل ما يدوسه بجزمته. أما الأحلام شيء والحقيقة شيء تاني، لكن أنا لازم اضرب المبدأ ده، لازم اهزمه جوايا. سمير، اوعدك من النهارده مش هقول غير اللي اقدر عليه، اللي اقدر احققه. هثبت لك اني مش تافه، مش ضعيف، والمسألة مش محتاجة عصاية سحرية عشان نحقق اللي احنا عايزينه ابدا. المسألة اننا محتاجين ارادة قوية تعمل معجزات وتسوي الهوايل. سمير، أنا هستجمع كل إرادتي عشان أنقذك. الخميس الجاي هلاعب الطرفيل، هتشوف أونكل زيزو حبيبك وهو بيبهدله. جاي يا قانا. يا ريتني مسكنت في الدار ولا صار اللي صار. صعبان علي فرايك قوي يا ست نوري. اهلا ست وفاء. ما شفتش زيزو؟ لا، ليه؟ بقاله اسبوع ما رجعش شقته ولا راحش النادي. بعد وقفته في الماتش ملوش اهل ولا وشه لحد. انت تعرف وانا اعرف يا مدبولي بان زيزو عادل عدله وفعل اللي يرضى ضميره، ولا كنت تريد يضر انسان تاني؟ معاكي حق، وده كان رايي، بس للاسف ما قدرتش اقف جنبه، خصوصا بعد كل ما اتخلى عنه. وايش السبب؟ فهموني بلعب بعواطف. من ساعتها اختفى وانا بدور عليه، لحد ما قريت في جرنان انه هيلعب الضرفيل بطل الجمهوريه في الملاكمه. وانا بقرا الخبر حسيت ان زيزو عايز ينتحر بسببي. ايوه، لعبه مع الضرفيل ده انتحار. طمني يا ست وفاء،
زيزو ابن اخويا عنده قوه شمشون، لو هز صباعه هيخلي الدرفين يبقى بسريايا. مدبولي ابن اخوك من هاليوم ما راح يقدر ينفخ ورقه. ازاي بقى؟ من هاليوم لا حتقدر تعلفها ولا تعجنها، الاعشاب اللي عندي حرقتها. حرقتيها؟ يا خسارة الاختراع اللي كان هيهز الكون، حرقت الاعشاب. اعشاب ايه وحقن ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. هذه قصة طويلة بعدين احكيها لك، المهم توا نبحث عن زيزو. فعلا مستنيين ايه؟ لحد ما الدرفيل يعمل ابن اخويا سلاية يسلك بيها اسنانه؟ طب يلا يلا بسرعة. الله يا زرزور عيد الغراب. يا خالة يا خالة، زرزور صار مطيور. جيب الغراب يا زرزور، عيد الغراب يا زرزور، سببتي الامراض بهالاغراض. وش سيداتي سادتي، نحن الان على موعد مع مباراة ملاكمة لوزن خفيف متوسط. لا لا، دي ايه المتوسط؟ والمباراة عبارة عن 15 جولة. لا لا، 13 بس، لان كان في ملاكم زمان بيتفائل برقم 13. كل جولة مدتها 3 دقايق. لا لا، دي النص، لان اتحاد الملاكمة. كابتن ظريف، ما تيجي تزيع بدالي انت احسن. والله فكرة، ده احنا زملاء. سيداتي سادتي، النهاردة هنتفرج على زيزو وهو بيلعب بايديه مش برجليه. في ناس بتستخدم دماغها في اللعب، وده يسموه ضرب الروسية، مش نسبة لروسيا، لا لا ولا امريكا، دي رياضة فرعونية قديمة اسمها راس راعة. وزي ما قلت لكم، مباراة النهاردة بين زيزو وعباس الدرفيل. حد منكم هيسألني ليه سموه الدرفيل وما سموش للخرتيت ولا الديناصور ولا الغوريلا؟ ده حكاية طويلة، ومتهيألي عندنا وقت عشان احكيها لكم. زيزو فوق، هات هات يا شيخ. اسقيه حتى يطلع من عينه. اشرب. مش كفايه قبل كده ذبحتيني؟ عايزه تعملي فيا ايه النهارده؟ تسميني؟ انا مالي، مش قادر اصلب طولي كده ليه؟ اكونش رجعت خرع زي زمان؟ مستحيل. جاهز يا كابتن؟ جاهز ونص. انت مش قدي، جايب لك اخويا الصغير عطيه الدرفيل، هيكسر عظمك. احسن لك تودع اهلك قبل ما تلعب. زيزو بلاش يا زيزو، بلاش تلعب الماتش ده، بلاش تموت روحك عشاني. انا خلاص عرفت غلطتي. انت غلطانه يا مدموزيل، انا ما بلعبش الماتش ده علشانك، انا بلعب الماتش ده عشان خاطر سمير ابن اختي، ولو ضحيت بعمري مش خسارة عشانه. كان في ملاكم عظيم زمان اسمه المدرب، كسب لنا اولمبياد 28، لكن ليه سموه المدرب؟ هنسيب حكاية المدرب، لان انا شايف الوقت الجمهور بيحيي ابطال الماتش. عطية الدرفيل بطل الجمهورية. زيزو يتحدى بطل الجمهورية. اهلا وسهلا، ان شاء الله هعملك كفته. ايوه سيب ايدي. الله يخرب بيتك يا زيزو، عقدت الواد وجننتني. سلامة المحروس، ايش بيك؟ خالد
خاله عقده. اصل زيزو يبقى خاله وهو اللي مربيه وبقى مثله الاعلى، لكن للاسف دايما يخيب ظنه فيه لحد ما خرسه وشله. ولو ما كسبش الماتش النهارده ممكن الولد يضع فيه. أنا عشان خاطر سمير ابن أختي. باقي ثواني وهتبدأ الجولة التانية، وأظن في عندنا وقت كتير عشان ندردش. في ثانية هحكي لكم حكاية المدب. يا خسارة، يعني ما كانش قادر يستنى كمان ثانيتين؟ دي حكاية ظريفة قوي. دي خدعة. صبرك بالله هخلي لك وش شوارع. فوتكم عافية. ده ايه ده؟ دي ملاكمة ولا سبق خير؟ على كل حال عقبال ما يخلصوا سبق هحكي لكم حكاية الدول. لا مؤاخذة، قصدي التريل. التريل ده كان عليه ضربة شمال. الدرفيل زنق زيزو في الكورنر، هيخلص عليه. واحد اثنين. ايش بيك؟ ايش يا خالد؟ والله بكره. ثمانية. الحقيقة الملاكمة زمان كانت غير كده خالص. فين أيام أبطالنا القدام زي يحيى التريل وسيد الدهول ومحمود البغل وعبد اللطيف الفيل؟ كانوا ملاكمين كبار صحيح. على فكرة بعد ما هحكي لكم حكاية التريل هحكي لكم حكاية الفيل. اجمد يا بطل اجمد. جاتك نيلة أهو، ده اللي انتوا فالحين فيه. ما تتفضل تيجي مكاني وتجمد. طيب خد اشرب، هذا يشفيك ويقويك. شربة كوارع تاني. هذه اللي سويتك بطل وصار لك قيمة بين الرجال. اشرب 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 يا زيزو. لا يا خالة راوية، بعد النهاردة ما فيش حاجة تعمل لي قيمة بين الناس غير إرادتي أنا. البني آدم ربنا اداله العقل والإرادة عشان يعمل بيهم المستحيل. اخترع الطيارة وركب الريح ووصل للقمر، وأنا بإرادتي هغلب الدرفيل وخليه صرصار. أحسنت الجول. ما في غير الإيمان بالله هو اللي رح ينصرك وينجيك. Ha ha ha!
خمسة ستة اتكلم سبعة اتكلم ثمانية اتكلم يا حبيبي تسعة يا أخويا الحركة دي بتفكرني بلاعب زمان اسمه زايد الفتح لما ركب عوض الحصاوي اللي اخذ البطولة من الملاكم المشهور ابراهيم الحصان. ايه ده؟ يظهر الجمهور ابتدى حد فتوب. استاذ اتفضل كمل انت بقى احنا فينا من طوب. والله ما ليش فيك الا الدكتور. الدكتور وانا حالة ميؤوس منها. ها؟ عنوانه انا ابقى تعالالي. انا